تقليل الاقتراض الخارجي إلى أدنى مستوياته، التوجه العراقي الجديد في سياسات إدارة تعاملات البلاد الخارجية. وزارة التخطيط العراقية أكد وزيرها في بيان رسمي بأن الاستثمارات والمشاريع الكبيرة فقط مشمولة بالاستثناء من الاقتراض الخارجي، إضافة إلى حالات عدم توفر السيولة النقدية للمشاريع الكبيرة هذه. الدولة وتوجهات وزارة التخطيط هي باتجاه تقليل الاقتراض الخارجي إلى أدنى مستوياته، وسيكون الاقتراض مشروط بأمرين اثنين. الأمر الأول هو أن يكون لدينا مشروع في غاية الأهمية، والأمر الثاني اللي مرتبط بالأمر الأول هو عدم وجود سيولة نقدية وسيولة مالية لتمويل هذا القرض. زيادة الواردات مع ارتفاع أسعار النفط تعزز من واقعية هذا التوجه بحسب اقتصاديين، الذين يرون أن اعتماد البلاد على وارداتها في تمويل المشاريع خطوة جاءت في الوقت المناسب. اقتصاديا هو هذه الخطوة تعتبر خطوة رائدة ومهمة جدا، أن تحاول تبحث عن إيرادات بديلة من جهة، وتنشط الإيرادات الحالية كالإيرادات النفطية من أجل تقليل الاعتماد على القروض، لأن القروض اليوم تشكل حالة سلبية على الاقتصاد، أولا لأنها تحمل الأجيال القادمة الدين وفوائد الدين. وقد خصصت استثناءات للاقتراض الخارجي للمشاريع الممولة من البنك الدولي أصلا بالاعتماد على دراسة الجدوى من قبل وزارة التخطيط، ضمانا لإكمال المشاريع بالسرعة المطلوبة والاستفادة من دراسة الجدوى على طلبات المشاريع الكبيرة المقدمة. صبرين كاظم، العراقية الإخبارية، بغداد.